السلام عليكم. من خلال هذا الفيديو غنشوفوا اغرب 7 مساجات في العالم، طرق غريبه في المساج تعرفت عالميا بشكل كبير، وتعرف التاثير ديالها والايجابيه الكبيره ديالها. فمن خلال هذه التسجيلات هذه اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا، غادي نشوفوا هذه الانواع هذه اللي تعرفت بشكل عالمي وتشهرت واحد الشهره اللي هي كبيره بزاف. فغادي نخليكم مع التسجيلات اللي غادي توريكم هاد الطرق ديال المساجات كيفاش كدار وكيفاش كتكون وفين كتكون. بالنسبه للتسجيل هذا، هذه طريقه تقليديه في المساج في دوله الصين. الغرابه في هذا الفيديو هو انه كيستعمل الرجل ديالو بدون استعمال اليدين نهائيا، بحيث كيوضع الرجل ديالو في الزيت وكيدوسها فوق النار وكيبقى يماصي. فالغرابه هنا هو عدم استعمال اليدين وكيستعمل الرجل فقط. مساج الافاعي هو من اغرب المساجات اللي تعرفات في دوله الفلبين وفي مصر وواحد المجموعه من الدول العربيه، وكذلك في واحد المجموعه من الدول الغربيه اللي اليوم كيتستعمل هذا المساج، بحيث كيتم احضار واحد المجموعه من الافاعي اللي كيبلغ الطول ديالها 5 الامتار والوزن 250 كيلوغرام. فكيتم الوضع ديالها فوق الشخص من ناحيه الظهر او البطن، فلها تاثير كبير في ارخاء العضلات وفي تدفق الدم وتنشيط الدوره الدمويه، لان لها تاثير جسماني ونفسي في نفس الوقت. It's never been a. I had a pet snake, but I never had a snake this large before. There you go. It's actually not that heavy. You're not done yet. Not done yet. I feel. This is actually a good massage, actually. They're actually massaging my core, and it's not too heavy. Except for the snake trying to constrict my neck, it's actually quite comfortable. المساج بالنار هو كذلك من أغرب وأخطر المساجات اللي تعرفت في العالم، خصوصا في دولة الصين وفي مصر وبعض الدول الأخرى، بحيث كيتم وضع مادة كحولية فوق مناشيف كتوضع فوق الجسم. هاد المناشيف اللي كتحمي الجسم من الاحتراق، وكيتم إشعال النار فيها حتى كتقوم بالعملية ديال التدليك، ومن ثم كيكون إرخاء ديال العضلات والإحساس بالراحة. هاد العملية كتكون كذلك على مستوى الظهر، كيتم كذلك نفس الطريقة فوق الظهر وإشعال النار اللي كيقوم بالمساج ديال العضلات ديال الجسم. فنخليكم مع التسجيل اللي غادي يوريكم الطريقة كيفاش كتقوم بهاد العملية هذه. كنلاحظوا ان حوض ديال الماء فيه اسماك صغيره كتقوم بتدليك ديال القدمين وكتحيد الخلايا الميته ديال الجلد، مع ان هذه العمليه فيها الدغدغه ومضحكه في نفس الوقت، الا انها كتبقى من اغرب الطرق ديال المساج في العالم.
my first mate. Hospital attention or not only. I said, the ladies do not have a lot of time. It's first time, money. مساج الفيل هذه كذلك من أغرب المساجات اللي تعرفت في تايلاند وفي ماليزيا، بحيث كيقوم الفيل بالدلك بالقدم ديالو وبالخرطوم ديالو. فالعملية كتبان خطيرة، ولكن بالعكس هاد الفيل اللي كتكون مدربة فكتقوم بالتدليك بواحد الشكل اللي هو سهل وسلس، اللي كيخلي الناس كتحس بالراحة والاسترخاء، وفي نفس الوقت كيكون واحد الجو من الضحك والمتعة، لأن هاد التدليك هذا كيعطيهم واحد الإحساس بال يعني خليط بين الخوف وبين الضحك. المساج بالسكاكين او بالسواطير، وهذا التعرف في دولة الصين، بحيث انه كيقم تدليك بهذه الطريقة هذه ديال الضرب بهذه السواطير، الا انه راه ما كيأذيش وما كيجرحش نهائيا، وعنده نتائج اللي هي ايجابية بزاف. فنخليكم مع التسجيل اللي غادي يوريكم الطريقة كيفاش. Thank you.